وللمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا الأستاذ أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. أهلا بك أستاذ أكرم. يعني بعد التحية، محافظة مطروح تعتبر هي ثاني أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة، لكن كغيرها من المحافظات الحدودية عانت لعقود طويلة من تدهور الخدمات المقدمة للمواطنين، من الإهمال للأسف الشديد، مما انعكس على النشاط الاقتصادي لأهلنا في مطروح. برأيك إعادة الاعتبار مرة أخرى للمحافظات الحدودية وللتنمية بها من قبل السيد الرئيس ومن قبل التوجه للدولة المصرية الفترة الأخيرة، من بينها طبعا وفي القلب منها محافظة مطروح؟ مساء الخير. طبعا يعني الحقيقه انه على مدى السنوات اللي فاتت الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بانه ينقل التنميه مش مجرد العاصمه او اسكندريه بس كمدن كبرى، لكن كمان في كافه المحافظات الحقيقه. ودي نقطه في غايه الاهميه، ومنها مطروح بالتاكيد اللي اكثر من ما يقرب من 1000 مشروع خلال السنوات الماضيه، واحنا شفنا ازاي مثلا العالميه تحولت من منطقه الغام الى يعني سياق عام من التنميه وجذب سياحي خارجي وداخلي من ناحيه، في مفاعل الضبعه، في مشروعات كثيره جدا، اسكان ومدن ومحاور وطرق والكثير من المشروعات اللي نقلت مطروح الحياه من التهميش الى تنميه حقيقيه، محطات تنقيه مياه، محطه اعاده استخدام مياه، تطوير الزراعه بشكل علمي، تطوير التعبين، تطوير الطاقة والكهرباء والمية وكافة الخدمات. الحقيقة بتحول مطروح إلى يعني مستقبل حقيقي للسياحة ومستقبل حقيقي لفرص العمل، بالإضافة للزراعة والتصنيع وغيره. إنه كمان العالمين الجديدة تحولت زي ما احنا قلنا من مكان ألغام، وكنا بنستجدي العالم لاستخراج هذه الألغام في قرار شجاع حقيقي حولها إلى منطقة جذب عالمية كبيرة وجذب استثمارات وتوليد فرص عمل وغيره. انه الفكره مش بس ساحل او سياحه شاطئيه او غيره، لا، احنا بنتكلم على مدن قابله للنمو والتنوع وبتحوي كل الانشطه. فما يقرب من 1000 مشروع تقريبا خلال هذه السنوات، او بالتحديد 969 مشروع خلال 3 سنوات فقط. وازاي انه فيه ميلاد حقيقي للتنميه بشكل كبير جدا.